عندما نقارن بين المثلث ABC والمثلث XYZ فإن من الواضح جدا أنهما غير متطابقان، لديهما أطوال مختلفة جدا لأضلاعهما، لكنه يبدو أنه يوجد شيء ما مثير للاهتمام حول العلاقة ما بين هذان المثلثان. أولا، كل زواياهما المتقابلة متماثلة، بالتالي الزاوية هنا الزاوية BAC متطابقة مع الزاوية YXZ، الزاوية BCA متطابقة مع الزاوية YZX، والزاوية ABC متطابقة مع الزاوية XYZ. بالتالي كل الزوايا زواياهما المتقابلة متساوية، ونرى أيضا أن الأضلاع عبارة عن نسخة مكبرة عن بعضها البعض، بالتالي حتى نصل من طول XZ إلى AC يمكننا أن نضرب بثلاثة، نضرب بثلاثة هناك، وحتى نصل من XY أو طول XY إلى طول AB وهو الضلع المقابل سوف نضرب بثلاثة، علينا أن نضرب بثلاثة. ثم لنصل من طول YZ إلى طول BC نحن أيضا ضربنا بثلاثة، بالتالي المثلث ABC هو أساسا عبارة عن نسخة مكبرة من المثلث XYZ، فإذا كانا بنفس المقياس سوف يكونان نفس المثلثين تماما، ولكن أحدهما فقط نسخة مكبرة من الآخر، وهذا عبارة عن نسخة مصغرة من هذا هناك. فإذا ضربت فقط كل الأضلاع بثلاثة سوف تحصل على هذا المثلث، وبالتالي لا يمكن أن نقول أنهما متطابقان، لكنه يبدو أنه يوجد نوع من العلاقة الخاصة بينهما، بالتالي نسمي هذه العلاقة الخاصة بالتشابه. إذن يمكننا أن نكتب بأن المثلث ABC مشابه للمثلث، يجب أن نتأكد من اختيار الأضلاع المقابلة بشكل صحيح، ABC سوف يكون مشابه ل XYZ واعتمادا على ما شاهدناه فقط يوجد في الحقيقة ثلاث أفكار هنا، وهي كلها طرق متكافئة للتفكير بالتشابه، وإحدى الطرق للتفكير فيها هي أن أحدهما هو نسخة مكبرة، بالتالي نسخة مكبرة أو مصغرة من الآخر scaled up down version. عندما تحدثنا عن التطابق قلنا بأنها يجب أن يكونا متماثلين، يمكنك أن تديره أو تزيحه أو تقلبه، لكن عندما تعمل كل هذه الأشياء فهما سوف يكونان دائما متماثلان، وفي التشابه يمكنك أن تديره أو تزيحه أو تقلبه، ويمكنك أيضا تكبيره أو تصغيره ويبقى الشيء متشابها. فمثلا إذا قلت أن شيء ما متطابق، إذا دعوني أقول المثلث CDE، إذا علمنا أن المثلث CDE متطابق مع المثلث FGH بالتالي نعلم بشكل مؤكد أنهما متشابهان، فأحدهما مكبر بدلالة الآخر، ثم نعلم حقيقة أن CDE هو أيضا مشابه للمثلث FGH، ولكننا لا نستطيع أن نقول العكس. إذا كان المثلث ABC مشابه للمثلث XYZ لا يمكن أن نقول أنهما بالضرورة متطابقان، ونرى في هذا المثال تحديدا أنهما بشكل مؤكد غير متطابقان. إذن هذه واحدة من الطرق للتفكير بالتشابه، والطريقة الأخرى للتفكير بالتشابه هي إذا كانت كل الزوايا المتقابلة متساوية، بالتالي إذا كان شيء ما متشابه فإن كل الزوايا المتقابلة سوف تكون متطابقة. الزاوية المقابلة corresponding angle
دائما لدي مشكلة في لفظها، إنها عبارة عن R مزدوجة و S واحدة corresponding angles corresponding angles متطابقة، إنها متطابقة. بالتالي إذا قلنا أن المثلث ABC المثلث ABC مشابه للمثلث XYZ، هذا مكافئ للقول لأن الزاوية الزاوية ABC الزاوية ABC متطابقة، أو أن قياسها مساوي للزاوية XYZ للزاوية XYZ، أن الزاوية BAC BAC سوف تكون متطابقة مع الزاوية YXZ مع الزاوية YXZ. ثم أخيرا الزاوية ACB ACB سوف تكون متطابقة مع الزاوية XZY XZY الزاوية XZY. بالتالي إذا كان لديك مثلثين كل زواياهما متماثلة فيمكنك القول أنهما متشابهان، أو إذا وجدت مثلثين وأخبرت أنهما مثلثان متشابهان فسوف تعلم أن كل زواياهما المتقابلة متساوية. والطريقة الأخيرة أعتقد للتفكير فيها هي أن الأضلاع هي عبارة عن نسخة مكبرة عن بعضها البعض، بالتالي الأضلاع مكبرة بنفس العامل sides scaled by same factor. وفي المثال الذي عملناه كان معامل التكبير 3، ليس من الضروري أن يكون 3 فقط، يجب أن يكون نفس معامل التكبير لكل الأضلاع. إذا كبرنا هذا الضلع بـ3 وفقط كبرنا هذا الضلع بـ2، بالتالي نحن لا نتعامل مع مثلثات متشابهة، ولكن إذا كبرنا كل هذه الأضلاع بـ7 فهذا سوف يبقى متشابه طالما أن كلها تكبر أو تصغر بنفس المعامل. وإحدى الطرق للتفكير فيها هي أريد أن أحافظ حسنا، أريد أن تبقى هذه المثلثات منظورة، دعوني أرسمها هنا بطريقة أبسط نوعا ما. فالآن أنا أتحدث بشكل عام ليس فقط عن هذه الحالة الخاصة. بالتالي إذا قلنا أن هذا A B و C وهذا هنا هو X Y Z، إذن هذا هنا هو XYZ، أنا فقط أعدت رسمهما حتى نستطيع الرجوع لهما عندما نكتب بالأسفل هنا. إذا قلنا أن هذان الشيئان هنا متشابهان، هذا يعني أن أضلاعهما المتقابلة هي نسخة مكبرة عن بعضها البعض، بالتالي يمكن أن نقول أن طول AB يمكن أن نقول أن طول AB AB يساوي معامل تكبير معين K، وهذا الشيء ممكن أن يكون أقل من 1، بالتالي معامل تكبير معين ضرب طول XY الضلع المقابل، وأعلم أن AB يقابل XY بسبب الترتيب الذي كتبت به عبارة التشابه هذه، بالتالي معامل تكبير معين ضرب XY، ونعلم أن BC طول BC نعلم أن طول BC يجب أن يكون نفس معامل التكبير ضرب طول YZ إذن هذا نفس معامل التكبير K. ثم نعلم أن طول AC سوف يكون مساو لنفس معامل التكبير ضرب XZ،
إذن هذا x زي وهذا يمكن أن يكون معامل التكبير k. بالتالي إذا كان AB أكبر، إذا كان ABC أكبر من XYZ فإن هذا k سيكون أكبر من واحد إذا كان نفس الحجم تماماً، أي إذا كان مثلثان متطابقان بالتالي k سوف تكون واحد، وإذا كان XYZ أكبر من ABC فمعامل التكبير سيكون أقل من واحد. لكن طريقة أخرى لكتابة نفس هذه العبارات، وكل ما أقوله هو أن الأضلاع المتقابلة عبارة عن نسخة مكبرة من بعضها البعض. هذه العبارة الأولى هنا إذا قسمت الطرفين على XY نحصل على AB على XY يساوي معامل التكبير، يساوي معامل التكبير K. ثم العبارة الثانية هنا إذا قسمت الطرفين على YZ تحصل على، دعوني أعملها بنفس اللون، تحصل على BC مقسومة على YZ تساوي معامل التكبير ذلك، يساوي معامل التكبير ذلك. تذكر أنه في المثال بينا أن معامل التكبير كان ثلاثة، لكن الآن تقول بشكل عام التشابه موجود طالما لديك نفس معامل التكبير. ثم أخيرا إذا قسمت الطرفين هنا على طول XZ أو طول المقطع XZ فسوف تحصل على AC على XZ يساوي K أيضا، يساوي K أيضا. أو طريقة أخرى للتفكير فيها هي النسبة بين الأضلاع المتقابلة. لاحظ أن هذه هي النسبة بين AB وXY، AB وXY النسبة بين BC وYZ، BC وYZ النسبة بين AC وXZ، AC وXZ أن النسبة بين كل الأضلاع المتقابلة دائما تعطينا نفس الثابت، أو يمكننا إعادة كتابتها كالتالي: AB على XY يساوي BC على YZ ويساوي ويساوي AC على XZ، وهو سوف يساوي معامل تكبير معين وهو يساوي K. بالتالي إذا كان لديك مثلثات متشابهة، دعوني أرسم سهم هنا، المثلثات المتشابهة تعني أنها نسخة مكبرة، ويمكنك أيضا أن تدير وتقلب وتعمل كل شيء له علاقة بالتشابه، بالإضافة أنه يمكنك تصغيرها وتكبيرها، مما يعني أن كل الزوايا المتقابلة متطابقة، ويعني أيضا أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة سوف تكون نفس المفهوم لكل الأضلاع المتقابلة، أو أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة ثابتة.